كيف تحولت صنعاء إلى مدينة مغلقة معزولة بالرعب والإرهاب الحوثي؟ إغلاق للمجال العام وقيود على الحريات الخاصة. لماذا انعدم النشاط السياسي وتوسعت دائرة القمع لأي منتقد حتى من الموالين للميليشيا؟ أهلا بكم. صنعاء حياة تحت خط القهر، بقوة السلاح، بالخطاب والعنف، بالترهيب الديني وبغير ذلك. تطلق ميليشيات الحوثي كل أدواتها لإخضاع الناس، محاولة تطويعهم وإجبارهم على الخضوع لمشيئتها. ليست وحدها سياسة الإفقار التي تنتهجها ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، فقد بات الفضاء العام مشحونا بخطاب طائفي مليء بالكراهية والتحريض على المختلفين ودعوات التحشيد للقتال. كيف أصبح الناس مجرد أدوات للقتال والجباية في عهد الميليشيا؟ واقع مرعب يعيشه الناس تحت قبضة الميليشيا، وصولا إلى التحكم في خصوصية السكان وأنماط حياتهم، وذلك بعد مصادرة منظمات المجتمع المدني وكل وسائل الإعلام. حتى الإنترنت حولته من فضاء مفتوح للمعلومات إلى أداة للتجسس لصالح الميليشيا. والسؤال هنا، لماذا يغيب الحراك المجتمعي في مناطق سيطرتها؟ وهل لا يزال بيسع اليمنيين الخروج من هذه الضائقة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ للاستخدام السلبي للإنترنت في كل دول العالم، أنا رحت كثير من دول العالم، كثير يعني حوالي 5 فما فوق دولة أجنبية، هنا لا يتم الاستخدام مثل ما نحن مثل ما لدينا. يكذب ويدرك اليمنيون أنه يكذب، وأن حصارا مطبقا تفرضه ميليشيا الحوثي تحت لافتة ترشيد الإنترنت هو ما يحدث فعلا، وأن شبكة الإنترنت في اليمن هي الأبطأ والأغلى في العالم. يدرك اليمنيون أن هذه التدابير ما هي إلا إجراءات للتضييق على حرياتهم، أو بالأصح لسلب ما تبقى لهم منها. أمام هذا التجريف الممنهج، أعلنت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت في صنعاء إضراباً عن العمل وإطفاء جميع شبكات الإنترنت، احتجاجاً على رفع مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء أسعار باقات الإنترنت. تتلاشى مساحة الحريات في مناطق سيطرة الميليشيا وتتجاوز كل الحدود لتصل إلى انتهاك حق الحياة. إنها صنعاء التي تحولت مساجدها إلى منابر للكراهية، فيما أنشأت ميليشيا الحوثي في الجامعات كياناً جديداً تحت اسم ملتقى الطالب الجامعي، بهدف تنفيذ كافة برامج وأجندات سلطة الميليشيا في الجامعة واستدراج الطلاب للعمل معها. صنعاء التي تحولت إلى مدينة مغلقة يسودها منطق واحد ولون واحد، يحكمها العنف والقهر، وسلطة ميليشيا لا ترى اليمنيين إلا بوصفهم أرقاما في جبهاتها العسكرية أو على قوائم الجباية الخاصة بها. لا يكاد ينتمي سكان صنعاء لهذا العالم، فالعزلة التي فرضتها ميليشيا الحوثي جعلت أكثر السكان حظا هو من يحصل على النزر اليسير من احتياجاته اليومية الأساسية، لا صحف ولا إذاعات أو قنوات تلفزيونية تعمل من الداخل سوى تلك التي ترفع شعارات الميليشيا وتعمل ضمن جوقتها لتكريس سلطتها التي لا يجب أن يكون لها شريك. بعد أكثر من 5 سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء، لم يعد من المدينة سوى مظاهر السيطرة المطلقة لميليشيا عقائدية طائفية. أغلق الحوثيون المجال العام، ولم يعد لدى المواطنين هناك سوى العيش ضمن هامش محدود يكرسهم كمواطنين سلبيين غير قادرين على مواجهة سلطة القمع والعنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا. صنعاء المدينة الخائفة والمغلقة لديها الكثير من الأسباب لمقاومة هذا المصير البائس، إلا أن الجماهير باتت مجردة من كل أدوات الفعل والتأثير، فكيف يمكنها المقاومة؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم هنا لنا في الاستوديو الباحث السياسي الدكتور عادل دشيل. أهلا بك دكتور. مرحبا بك. حياكم الله. إذن دكتور عادل، صنعاء 5 سنوات وهي تحت سيطرة الحوثيين، كيف ترى حال الناس هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا صنعاء الجريحة أصبحت يعني كجغرافيا كارثية. هذه الجغرافيا من يتحكم بها وحوش في هيئة بشر. طبعا كان يراد صنعاء أن تكون بهذه الصورة منذ العام 1962 حتى اللحظة. استطاعت الحركة الحوثية والطبقة الهاشمية السياسية أن تقضي على الحياة المدنية والوجه الحضاري لهذه العاصمة وأن تحولها إلى ما يشبه قم الأخرى داخل الأراضي اليمنية. اليوم صنعاء محاطة بهذه الوحوش البشرية. صنعاء ليست صنعاء التي كنا نعرفها قبل عام 2014. صنعاء اليوم أصبحت معزولة تماماً عن العالم الخارجي، معزولة تماماً عن الحياة المدنية والسياسية وما إلى ذلك. ومن يتحكم في هذه العاصمة المغتصبة عبارة عن جماعة ميليشاوية تدعي حقها الإلهي في الحكم وتمارس كل أبشع أنواع القمع والقهر وأيضا التعذيب وما إلى ذلك. هذه الجماعة تشبه جوزيف كوني الذي الزعيم الأفريقي الذي ظهر في أحد الدول الأفريقية وقال بأنه وسمى جيشه بجيش الرب، أي أنه باسم الله سبحانه وتعالى يقوم بقتل الأبرياء في تلك المنطقة في أفريقيا. الحركة الحوثية تمارس اليوم القمع بشتى أنواعه، تمارس الاضطهاد، تريد صنعاء أن تكون وجه واحد، لا تريد أن يكون هناك أكثر، لا تريد أن يكون هناك حياة مدنية وسياسية وأن يكون هناك يعني نوع من العراك المدني والسياسي والإعلامي والحضاري والثقافي وما إلى ذلك. تريد صنعاء أن تتحول إلى محمية من يديرها عبارة عن سلالة كهنوتية طائفية. هذا ما يراد لصنعاء اليوم. ما الذي يمكن أن يتحقق في الواقع؟ ما الذي يمكن أن يفعل أبناء صنعاء؟ لا يستطيع أن يفعلوا شيء في الوقت الراهن. لماذا؟ لأن كل آلة القمع، يعني آلة القمع على أن تخيل صنعاء تحولت إلى مربعات أمنية تشبه بيروت في الحرب الأهلية في نهاية السبعينات. اليوم تحولت صنعاء إلى مربعات أهلية، مربع هنا ومربع هناك ومربع حتى في المداخل. تخيل في مداخل الشوارع هناك نقاط أمنية للحركة الحوثية حتى في أزقة الحارات وما إلى ذلك. تحولت إلى جغرافيا كارثية، تحولت إلى ثكنة عسكرية. اليوم صنعاء يراد ذلك. هناك صوت واحد فقط داخل صنعاء، هناك إعلام واحد، هناك زعيم واحد فقط، لا يوجد صوت آخر. من 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 يعني هل هناك صحيفة؟ أغلقوا كل وسائل الإعلام، أغلقوا كل وسائل كل الأحزاب السياسية، أغلقوا كل شيء، أو يعني أدخلوا الأبرياء داخل السجون. من يوجد داخل صنعاء؟ يوجد الطبقة الهاشمية، بيت المتوكل، بيت الوجيه، بيت مطهر، بيت شرف الدين، بيت الحوثي. هذا هي صنعاء التي نعرفها اليوم. لذلك لن تستمر، يعني لابد لليل من فجر. مهما حاولت الحركة الحوثية أن تطمس كل معالم يعني الثقافة والتعايش والقيم التي نتشاركها نحن أبناء اليمن لا تستطيع في نهاية المطاف. لابد لليل من فجر، ستنتهي حركة الحوثي اليوم أو غدا أو بعد غد، وهي تفهم ذلك جيدا. طيب في هذا السياق، يعني قبل أيام شاهدنا مقطع لأحد المسؤولين الحوثيين أو القابعين تحت يعني من ضمن حكومة الميليشيا يتحدث على خلفية رفع تعرفة الإنترنت والحد من سرعته على أنه من الكثيرين يستخدمون الإنترنت لأغراض غير أخلاقية، وقالها بأسلوب أيضا حتى غير لائق. يعني ما الأهداف التي يريدون إيصالها برأيك من خلال هذه الطرق بالحديث وهذه المبررات التي تطرح؟ طبعا هؤلاء هم آخر من يتحدث عن الأخلاق والقيم الأخلاقية، هم آخر من يتحدث عنها، عن أي أخلاق يتحدث؟ الهدف سياسي بامتياز، الهدف اقتصادي بامتياز، لا يوجد أي هدف آخر. الحركة الحوثية أخي الإمام عندما كان الإمام أحمد حاكم في تعز كان له مذياع واحد خاص بالإمام أحمد، وهذا المذياع يستمع للإمام أحمد وحاشيته فقط، ولا يريد لهذا المذياع أن يصل إلى الشعب. عزل الشعب اليمني في المناطق الشمالية تماما عن العالم الخارجي، ورفض كل يعني العروض التي قدمت له سواء من إيطاليا أو من دول أخرى، رفضها تماما. رفض كل الشركات التي أرادت أن تقوم بمساعدة الشعب اليمني، الشركات الغربية وما إلى ذلك، وأراد أن يكون هناك صوت واحد وصورة واحدة هي الإمامة. اليوم الحركة الحوثية عندما تقول عندما أعلنت بهذا الإعلان، لا يا أخي لا يهمهم الأخلاق والقيم الإنسانية ولا شيء، لا يهمهم هذا. هناك في إجراء تقني بإمكانهم أن يتحكموا، إذا كان هناك استخدام سيء لهذه المواقع بإمكانهم أن يتحكموا فيها ويقوموا بإغلاقها هم من داخل. هناك يعني عبر تقنية واضحة اليوم، دولة وزارة المواصلات كل شيء بأيديهم، لكنهم لا يريدوا هذا. الهدف هو أن لا يكون هناك صوت سوى صوت المسيرة، وأن لا يكون هناك أي إعلام سوى صحيفة الهوية وصحيفة الثورة التي هي الناطق الرسمي باسم الجماعة الحوثية الآن. هل يوجد صحافة في صنعاء؟ كل وسائل الإعلام المحلية بما فيها وسائل الإعلام بما فيها هذه المواقع الإخبارية اليمنية مغلقة تماما، ولا أحد يستطيع أن يتصفح داخل صنعاء. كل شيء مغلق، أي أنهم يريدوا
العودة بنا إلى ما قبل 1962. صوت واحد، صورة واحدة، نمط واحد، حزب واحد، جماعة واحدة، دكتاتور واحد، ميليشيا واحدة، إمام سري واحد. إمام سري كان لديهم إمام سري حتى في وقت الجمهورية كان هناك إمام سري، جاء المؤيدي وجاء مدري من ومدري من كانوا. اليوم الإمام واضح عبد الملك الحوثي، الحاكم من خلف الستار، وهناك يعني ما يسمى بالديكور السياسي وما إلى ذلك. يا أخي لو كانت الحركة الحوثية تريد التعايش وتريد أن يكون هناك أمن واستقرار وأن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر من أجل صالح هذا البلد، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لكنها أرادت منذ انقلابها في العام 2014 أن تكون صنعاء بهذه الصورة. هذا ما تريد جماعة الحوثي. اليوم في خطر، وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تشكل خطر حقيقي على الجماعة الحوثية. وتكلم عبد الملك الحوثي بنفسه وقال بأنه وسائل الإعلام وخصوصا السوشيال ميديا تشكل خطر حقيقي علينا، لأنه الآن عبر وسائل، عبر هذه الشبكات الإنترنت، نستطيع فضح هذه الحركة الميليشاوية. باستطاعتك أن تصور داخل شارع ما تقوم به الحركة الحوثية وتبثها على الهواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك هم يريدوا التضييق على الأبرياء، يريدوا قدر الإمكان ألا تصل المعلومة كما يريدها المواطن اليمني، وألا يكون هناك صوت سوى صوت هذه الجماعة. يعني هذا يعني الآن في عصر، في هذا العصر، لكن أنت تتحدث عن عصر الإمامة، هذا الأمر يمكن فهمه في سياق أن الرسائل كانت تصل بصعوبة في ذلك الوقت، لكن الآن مع انتشار مثلا وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، هل لا يزال الحوثيون قادرون على عزل اليمن عن العالم بهذا القدر برأيك؟ هم يتصوروا، ولكن بكل تأكيد يعني يعني الضعفاء والفقراء في المناطق النائية قد ربما لا يستطيعوا الوصول إلى شبكة الإنترنت، خصوصا إذا ارتفعت الأسعار. وبالتالي نحن نعرف في المناطق النائية أنه لا توجد في البيوت إلا بعض الوسائل، بعض المذياع، الراديو والتلفاز وما إلى ذلك، وهو صوت المسيرة، أناشيد وزغاريد وشهداء وخطاب للكلمات من نور لعبد الملك الحوثي، محاولة تجهيل المجتمع، محاولة هناك تجريف للهوية الثقافية لهذا الشعب. الحركة الحوثية تريد تجريف الهوية الثقافية، تريد تغيير الهوية الثقافية لهذا الشعب، تريد أن لا يكون هناك صوت سوى صوت المسيرة، لا يكون هناك صوت سوى صوت الحركة الحوثية في المناطق الشمالية. لذلك هي تحاول قدر الإمكان أن تضيق الخناق على أبناء الشعب ألا يصلوا إلى المعلومة من يعني مصدرها الصحيح. لكن في الواقع هل ستستطيع أن تغير؟ بكل تأكيد تستطيع الحركة الحوثية من خلال هذه الإجراءات، بكل تأكيد، وإن لم يكن بشكل كامل ولكنه بشكل جزئي. اليوم صنعاء أخي العزيز الآن صنعاء مغتصبة تماما، صنعاء العاصمة تحولت إلى جغرافيا كارثية، صنعاء معزولة عن العالم الخارجي تماما، لم تسمح الحركة الحوثية بأن يتم فتح مطار صنعاء، وهذا وقامت بعراقيل. قيل للحركة الحوثية وقدم لها عرض بأن يفتح مطار صنعاء وأن تمر الطائرة تعبر مطار يمني داخل سيئون وكذا وتفتش الطائرة، رفضوا. الحركة الحوثية تريد عزل المجتمع، المناطق الشمالية تماما. الحركة الحوثية لا يهمها مستقبل البلاد، لا يهمها المناطق الجنوبية، لا يهمها المناطق الشرقية، بقدر ما يهمها الهضبة. يا أخي العزيز، هم فيهم فوبيا، الحركة الحوثية وأتباع الإمامة بشكل عام، فوبيا الإمامة. حتى أن أحد الأئمة عندما اختلف مع والده في أحد القصور في ثلا بالتحديد، أعلن نفسه إمام لحاله بمفرده داخل قصر ثلا. الحركة الحوثية الآن تريد أن يكون هناك، هم يتصوروا بهذه العقلية التقليدية الدينية القائمة على الخرافات والخزعبلات أنه بإمكانهم أن يبعدوا المجتمع اليمني عن العالم الخارجي وأن يعزلوه. ولكن كما ذكرت لك قبل قليل، لن يستمر الظلام، ولا بد لليل من فجر. قل متى سيكون قريب بإذن الله. دعنا نشترك معنا في هذه النقطة سيد دكتور عادل، عفوا، السيد محمد المحيميد، المهندس الشبكات، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض، حول مسألة الإنترنت وأيضا يعني ما قام به الحوثيون من رفع للأسعار. أرحب بك سيد المحيميد، كيف تنظر إلى هذه الخطة التي قام بها الحوثيون مؤخرا فيما يتعلق برفع أسعار باقات النت؟ في الحقيقة أخي العزيز، بشكل عام جماعة الحوثي تستفيد من قطاع الاتصالات منذ الانقلاب، ويعتبر أهم مورد مالي لجماعة الحوثيين. وفي دراسة إحصائية مؤخرا أجريتها، يعني ثبت أن الحوثيين يجنون ملايين الدولارات سنويا وشهريا. من خلال من 2014 إلى نهاية 2018 فقط الضرائب والزكاة التي جناها الحوثيون من شركات الاتصالات ما يقارب مليار دولار و100 مليون دولار، علاوة على رسوم التجديد ورسوم الاتصال الدولي والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهريا.
ما قام به الحوثيون مؤخرا من زيادة في أسعار الإنترنت يأتي بعد تشديد الحصار الأمريكي على بيع النفط الإيراني، وبالتالي انقطاع التمويل النفطي الإيراني لجماعة الحوثيين. فحاول الحوثيون تعويض هذا النقص في إمداد النفط من خلال الموارد اليمنية المتاحة لهم، فكان قطاع الاتصالات أهم مورد وأسهل مورد يمكن أن يستفيدوا منه من خلال رفع الأسعار سواء في الاتصالات أو باقات الإنترنت. طيب فيما يتعلق برفع الأسعار هذه نقطة، لكن نقطة أخرى، لماذا النت أيضا ضعيف في صنعاء؟ يعني هناك الكثير من يعني بات مصدر تندر حتى على مستوى الشباب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا هناك حديث من قبل وزير اتصالات الحوثيين يقول إنهم رشدوا سرعة الإنترنت من أجل ألا يستخدمه الشباب أو العامة باستخدام خاطئ. هل هذا مبرر مقنع برأيك؟ طبعا يجب القول في البداية أن شبكة الاتصالات في اليمن بشكل عام من غير تحديث منذ حوالي 6 سنوات أو أكثر. العالم وصل إلى الجيل الرابع والجيل الخامس، وظل في الصين بدأوا يدرسوا الجيل السادس، واليمن لا زال في الجيل الثاني وفي أحسن الأحوال في الجيل الثالث. فهناك يعني شبكة الاتصالات لجميع الشركات رديئة، لا تستطيع هذه الشركات تحديث شبكاتها أو تحديث أجهزتها. علاوة على يعني التضييق الذي تمارسه جماعة الحوثيون أو جماعة الحوثيين على هذه الشركات من خلال تعيين حارس قضائي على كل شركة، وآخر ما حصل لشركة شبراتون عندما اقتحموا الشركة وتم تغيير جميع الطاقم الإداري وتعيين طاقم إداري يتبع جماعة الحوثيين. كل هذه المضايقات أثرت بلا شك على الخدمة التي تقدمها هذه الشركات. وبالتالي أما التصريح الذي سمعناه لوزير اتصالات الحوثيين فهو للأسف يبين مدى جهل هذا الشخص بالخدمة وبالاتصالات وبالإنترنت أيضا. الرجل يتحدث عن الإيميلات وعن الرسائل MMS، يعني العالم وصل إلى إنترنت الأشياء وهذا الشخص ما زال في رسائل الوسائط والإيميلات. جماعة الحوثي كارثة على كل المجالات في اليمن ولم يكن فقط قطاع الاتصالات. طيب في سياق هذا، على الضفة الأخرى، كان هناك مشروع شبكة، يعني مشروع تزويد للإنترنت بشكل مستقل دشنته الشرعية في عدن. برأيك لماذا ما أخبره إلى الآن؟ لماذا لم يتم تغطية جميع المناطق المحررة على الأقل بإنترنت أفضل من ذلك الذي توفره يعني الشركة التي يسيطر على مناطقها الحوثيون؟ في الحقيقة كما نشكو من جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني في جميع القطاعات ومنها الاتصالات، فإننا نشكو أيضا من عجز الشرعية على خدمة اليمنيين وفي جميع المجالات ومنها قطاع الاتصالات. وزارة الاتصالات الشرعية كان لديها القدرة على أن تسيطر على هذا القطاع وأن توفر هذه الإيرادات والضرائب للشرعية وللشعب اليمني ودفع رواتب اليمنيين، لكنها تخلت عن واجبها ولم تفعل شيئا من أجل استنقاذ هذا القطاع من الحوثيين، بل تركت القطاع بكله للحوثيين في صنعاء، حتى أنه من المناطق المحررة يتم إدارة فروع الوزارة والمؤسسة والشركات وتوريد أموالها إلى صنعاء حيث الحوثيين، ولا تستفيد الشرعية شيء. حاولت الحكومة إنشاء شركة عدن نت بمبلغ قدره 90 مليون دولار، وكان الهدف المراد من هذه الشركة أن تزود المستخدم اليمني بإنترنت الجيل الرابع، لكن في الحقيقة نظرا لفشل وزارة الاتصالات الشرعية، الفشل الإداري والفني والمالي لهذه الشركة، فقد تعثرت هذه الشركة. وفي تقديري أن هذا التعثر مقصود خدمة للحوثيين في صنعاء، بحيث أنه لو نجحت هذه الشركة وتم تزويد المستخدم اليمني بإنترنت سريع بالجيل الرابع فإنها ستتضرر الشركات في صنعاء، وبالتالي يقل الدخل والإيراد للحوثيين. تقديري هناك تواطؤ يصل إلى حد تواطؤ من قبل من خلال
كيف؟ تواطؤ من قبل من سيد المحيميد؟ من قبل وزارة الاتصالات الشرعية، هناك تواطؤ مع الحوثيين في صنعاء، وهو الذي سمح بعرقلة شركة عدن نت في عدن. تخيل أن عدن نت هذه التي كان يراد لها أن تغطي جميع المناطق المحررة لا تغطي سوى حيين من أحياء مدينة عدن بعدد مشتركين يبلغ 3000 مشترك فقط، وكل هذا التعثر الحاصل في الشركة في تقدير الشخصي هو خدمة للشركات في صنعاء، وبالتالي في المحصلة ستكون نتيجة ذلك خدمة للحوثيين وزيادة إيرادات الحوثيين. المراد عدم تقديم خدمة بديلة للشركات التي تقدم هذه صنعاء، ومما يؤدي إلى تقليل الإيرادات والأرباح للحوثيين. تفضل بالبقاء معي سيد المحيميد. بما يتعلق بهذه النقطة دكتور عادل، إلى أي مدى ترى أن هناك يعني في المقابل عندما نتحدث عن هذه المحاولات من قبل الحوثيين للسيطرة وللقمع ولاحتكار الفضاء العام، هناك بالمقابل جهود من قبل الحكومة الشرعية لمواجهة هذا الأمر بتيسير هذه الخدمات للناس؟ طبعا مع ما ذكره الأخ محمد أنا أتفق معه تماما بأن هناك يعني تواطؤ أو عدم أو لا مبالاة يعني بشركة الاتصالات. الحكومة اليمنية فشلت فشلا ذريعا في هذا المجال منذ اليوم الأول. كنا نتحدث في الماضي عن شبكة عدن نت وما إلى ذلك، وأن الحكومة اليمنية ستغطي المناطق المحررة، ولكنها لم يعني تقوم بالتزاماتها أو تفيء بالتزاماتها في هذا الإطار. ونحن نعرف الأسباب، لكن في المقابل ينبغي ألا نعفي الحكومة اليمنية، لأنه لا يراد لهذه الدولة أن تنجح سواء في عدن أو في المناطق الأخرى. طبعا الحكومة اليمنية حتى اللحظة هي معزولة حتى في المناطق المحررة وليس بيدها القرار. اليوم عندما نتحدث عن شبكة يعني عن أن الدولة اليمنية تستطيع أن يعني تفيء بالتزاماتها تجاه الشعب، يعني هو نوع من الخيال. هذه الحكومة لا يعول عليها، وهي فاشلة في كافة المجالات، سواء كانت في مجال الاتصالات، في المجال السياسي، في المجال الأمني، في العسكري، فاشلة. هذه الدولة فاشلة لأنه هو الدولة متواجدة خارج الجغرافيا اليمنية. والدولة اليمنية الحكومة اليمنية وإن كنا نتحدث عنها بأنها دولة شرعية، ونحن نعترف بأنها دولة شرعية وندافع عن هذه الشرعية، دولة شرعية، ولكنها لا تفي يعني لكنها في الواقع لا تقوم حتى بالحد الأدنى من واجباتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب. لو كان هناك حسم لهذا الملف لتم حسمه منذ اليوم الأول، لكنه لا يراد لهذه الحكومة لا أن تنجح، وهي حتى نفسها لا تريد أن تنجح في أي مجال. الحركة الحوثية الآن ينبغي أن نعترف نجحت في هذا المجال. الحركة الحوثية نفذت أهدافها سواء كانت أهداف ثقافية، دينية، اقتصادية، سياسية، أمنية، عسكرية، نجحت في المناطق التي تسيطر عليها. اليوم الحركة الحوثية تسيطر على شبكة الاتصالات، تسيطر حتى على كل شيء بيدها. حتى الدولة نفسها لم تستطيع لا حتى اللحظة تتعامل مع الحركة الحوثية مع المركز في صنعاء. يعني لم تستطيع الدولة أن تنقل كل مؤسسات الدولة إلى عدن. لا، الحركة الحوثية متحكمة في كثير من الحاجات، ما فيها الاتصالات، ما فيها كل شيء، يعني المركز داخل صنعاء. لذلك الآن عندما نقول بأنه الدولة اليمنية تقوم يعني بواجباتها، هذا نوع من العبث ونوع يعني من الخيال. نحن مع الأسف الشديد هذه الحكومة هي أرادت لنفسها أن تكون في هذا الوضع المزري الذي لا يسر أي إنسان يمني. تفضل بالبقاء معي دكتور. أعود إليك سيد المحيميد فيما يتعلق بما يعني يمكن فعله الآن. هل يعني هناك من يتساءل لماذا لا يتم تخصيص أو خصخصة خدمة الإنترنت، لماذا تحتكرها الجهات التابعة للحكومة؟ لكن برأيك أنت ما هي الحلول للتسهيل على الناس فيما يتعلق بهذه الخدمات التي باتت أساسية للحياة بشكل أو بآخر؟ في تقديري عزيزي الكريم أن الحلول سهلة وميسرة. الحكومة الشرعية تستطيع أو تسيطر على مسارين من 3 مسارات تزود اليمن بالإنترنت، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على هذين المسارين، وهي تقوم بتزويد المناطق المحررة على الأقل بالخدمة من خلال هذين المسارين الموجودين حاليا. وأيضا تستطيع أن تقوم شركة عدن نت بالدورة التي أنشئت لأجلها، وأيضا تسمح للشركات الخاصة مثل سبافون وMTN وغيرها بالانتقال إلى عدن. أنا أقول لك أن هناك عراقيل كبيرة تضعها
وزارة الاتصالات الشرعية مقابل عدم نقل هذه الشركات إلى المناطق المحررة بأعذار واهية، وبالتالي هذا يخدم فقط بقاء الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين. أيضا يمكن فتح باب الاستثمار في المناطق المحررة، ويمكن فتح باب تزويد المناطق المحررة بالإنترنت الفضائي عن طريق الأقمار الصناعية، وهذا سهل جدا عن طريق التعاقد مع أقمار صناعية تزود المناطق المحررة بالإنترنت دون الرجوع إلى اليمن في صنعاء. أقصد أن الحلول مطروحة على طاولة وزارة الاتصالات الشرعية، لكن أكرر أنهم لا يريدون حتى الآن في تقديري حل هذا الموضوع، ولا ندري ما هذه الأسباب، لكننا نطلب منهم أن يجيبوا علينا لماذا لم يفعلوا ذلك حتى الآن. شكرا لك سيد محمد المحيميد مهندس الشبكة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وعلى أمل أن يسمع كلامك وكلام الدكتور عادل أن يصل إلى الحكومة الشرعية والمعنيين فيها. بالعودة إليك دكتور، فيما يتعلق الآن وقد أشرت إلى نقطة أن هناك فضاء بالنسبة للناس في ربما الحواضر بداخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد يتأثرون بشكل كبير، لكن أنت أيضا تطرقت لمسألة الناس الذين هم بالريف ممن لا يمتلكون الوصول للإنترنت حتى بهذه الأسعار وبهذه السرعات الضعيفة أيضا. هؤلاء هل يعني يمكن الحديث على أننا فقدنا الأمل فيما يتعلق بقدرة الحوثيين في مخاطبتهم والحديث معهم وتوجيههم أو بتعبئتهم إن صح التعبير، أم أن هناك أيضا طرق يمكن الوصول بها إليهم؟ هل تقصد المواطن اليمني في هذه المناطق؟ نعم في هذه المناطق. طبعا لم نفقد الأمل حتى اللحظة، والمواطن اليمني بطبيعة الحال هو يرفض يعني الفكر الحوثي، وإن كانت الحركة الحوثية متغلغلة في المناطق الشمالية وفي المناطق المحسوبة عليها تاريخيا في بعض أجزاء من حجة وعمران وصنع وصعد وصنعاء، لكن في تقديري يعني هناك يعني بعض الأسر أو بعض المنازل يوجد شبكات تلفزة، بالتالي باستطاعتهم أن يشاهدوا مثل شبكات التلفزة اليمنية سواء التابعة للدولة أو الأخرى، باستطاعتهم أن يشاهدوا هذه الشبكات. ولكن ماذا عن أولئك الأطفال، أولئك الذين المراهقين أو كذا الذين يتابعون عبر شبكة الإنترنت؟ طبعا بكل تأكيد هؤلاء سيتأثروا بفكر الحركة الحوثية، وقد تأثروا بفكر الحركة الحوثية، والحركة الحوثية تريد أن توصل يعني رسالتها الثقافية عبر شبكاتها المعروفة، يعني سواء كانت الإعلامية أو عبر الراديو، وتريد أن تعزل هؤلاء تماما عن شبكات التواصل الاجتماعي وعن الانترنت وعن العالم الخارجي، وهي ناجحة في هذا المجال. عندما نتحدث عن المناطق الشمالية، أنا أتحدث عن المناطق التي تسيطر على الحركة الحوثية، هذه المناطق معزولة تماما عن العالم الخارجي، معزولة تماما ولا تعرف ما الذي يدور سوى ما وصل إليها ما ندور عبر شبكات التلفزة أو ما إلى ذلك. هل يوجد مثلا حتى في المناطق الحضرية هل يوجد هناك يعني شبكة مثلا يوجد وسائل يوجد يعني صحف تصدر بشكل يومي؟ لا يوجد. الصحف اليمنية أغلقت تماماً، الصحافة اليمنية أغلقت تماماً. كم لدينا في صنعاء صحف مثلاً في العاصمة صنعاء؟ كم لدينا صحف تصدر من صنعاء؟ تقريباً 2-3 أو 4 المسيرة والثورة و26 نسبة تنبر باسم الحوثيين وأيضاً الهوية وما إلى ذلك. لذلك نحن لم نفقد الأمل، والشعب اليمني في مواجهة مسلحة مع هذه الحركة الحوثية، وهناك مواجهة فكرية، الأقلام تكتب هنا وهناك، وبالتالي الحركة الحوثية صحيح أنها نجحت جزئياً في تنفيذ مخططها الإجرامي ومحاولة تجريف الهوية اليمنية، ولكنها لن تنجح في نهاية المطاف بشكل كلي، لكننا سنكون في المستقبل أمام جيل مشبع بثقافة الكراهية والطائفية وأيضا السلالية وما إلى ذلك، وسنكون هنا ستكون هناك كارثة في المستقبل. يعني هناك صعوبات، هذه الأمور تفرض الاستعداد بحلول للمستقبل أيضا وليس للواقع. بكل تأكيد، معنى ذلك نحن حتى عندما يتم سواء وصلنا إلى حل سياسي وهو مستبعد في الوقت الراهن، حل سياسي مع هذه الحركة، لأنه لو كانت تريد حلا سياسيا لكانت يعني رضخت للحوارات السابقة منذ العام 2014، وبالتالي الوصول إلى حل سياسي
حقيقي مع هذه الجماعة مستبعد في الوقت الراهن ومستبعد حتى في المستقبل. ولكن بطبيعة الحال يعني سنكون مثل ما كنا عندما جاءت ثورة 26 سبتمبر في 1962، كانت هناك عقبات وخصوصا فيما يخص الجانب الثقافي، ولم تنجح هذه الثورة حتى في إزالة الطبقات الفوارق والطبقات وما إلى ذلك والعنصرية وما إلى ذلك. اليوم لدينا يعني هناك أرقام، وأنا متأكد من هذه الأرقام وبحسب ما وصلت، أكثر من 60,000 طالب في مراكز سرية يتعلمون المذهب الشيعي الجارودي التابع للحركة الحوثية. هؤلاء عندما في المستقبل عندما نريد أن نتحدث مع هؤلاء كيف نتحدث معهم؟ هؤلاء ينظرون إلى الآخر على أنه كافر وأنه لا يؤمن بالولاية و و و و، وبالتالي سنكون أمام كارثة في المستقبل، ولا بد أن نعد الحلول من هذه اللحظة كيف نتعامل مع هؤلاء في المستقبل حتى يتم يعني محو ما بنتها الحركة الحوثية من أفكار طائفية وما إلى ذلك. طيب من أين يبدأ ذلك برأيك؟ يعني كيف يمكن البدء ب هل من هم خارج اليمن الآن خارج مناطق سيطرة الحوثيين، أم بالفعل أن هناك لا زال ما يمكن أن يعول عليه بداخل هذه المناطق فيما يتعلق مثلا بحراك مدني، بحراك بنشاط سياسي معارض لهذه الحركة؟ طبعا المعارضين للحركة الحوثية داخل المناطق التي تسيطر عليها متواجدين وموجودون على الأرض، ولكنهم يخافون من آلة القمع. يعني نحن نعول على أبناء جلدتنا، نعول يعني على يعني هناك حديث الآن مثلا على مسألة أن هناك نقابة الجزارين، نقابة محلات الإنترنت أعلنت الإضراب في صنعاء بسبب مضايقات الحوثيين. يعني هل تتوقع أن يكون هناك حالة من العصيان المدني العامة، أم ستقتصر هذه الأمور بهذا الشكل؟ الظروف ليست مهيئة في الوقت الراهن داخل العاصمة اليمنية صنعاء بأن يكون هناك عصيان مدني، يعني شبه عصيان مدني بشكل كامل، ولا توجد هناك يعني مؤسسات أو منظمات حقيقية، منظمات مجتمع مدني حقيقي ولها دور فاعل ولها كوادر كثيرة داخل موجودين، ولكنهم غير يعني لا تربطهم يعني روابط سواء كانت منظمة تنظيما حقيقيا، وبالتالي من المستبعد أن يحصل هناك يعني في الوقت الراهن عصيان مدني سواء من هذه النقابة أو تلك النقابة. ولو كان هنا يعني سيحصل عصيان مدني لكان حصل في الماضي، حتى الأكاديميين ونقابات الطلاب ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيء داخل العاصمة اليمنية صنعاء. لكن يعني هذا العصيان المدني في حال سمح للجيش اليمني بأن يتقدم على الأرض عسكريا، نحن نعرف جيدا بأنه الكلام عن عصيان مدني أو عن عصيان ما يسمى أو حراك مدني أو ما إلى ذلك هذا نوع من الخيال. هذه حركة تؤمن بلغة العنف وجاءت بقوة السلاح. هل تتوقع من حركة طائفية ميليشاوية لا تعترف إلا بلغة الدم بأن تخضع لحلول سلمية ومدنية؟ حتى الميليشيات المسلحة في لبنان الآن ماذا تعمل حركة حزب الله في لبنان؟ تواجه الأبرياء داخل الساحات بالسلاح. ماذا تعمل الحركة الميليشاوية الطائفية داخل العراق وهناك عصيان مدني حقيقي وقد ربما يتفجر الوضع في العراق عسكريا، يعني وتتفجر هناك حرب أهلية لا سمح الله داخل العراق. إذن الحركة الحوثية لا يمكن إزالتها بأي عصيان مدني أو حراك مدني ما لم يتم هزيمتها هزيمة عسكرية نكرة، وهما سيكون في نهاية المطاف. وحتى وإن تم حلول سياسية وسلمية في إطار يعني برعاية دولية، وحتى وأن تم هناك يعني سلام مع الحركة الحوثية بين السعوديين أو يعني بين المملكة العربية السعودية وبين الحركة الحوثية، حتى وأن تم نوع من هذا سيكون مصير مثل أي مصير اتفاق، وبالتالي لن يكون هناك أي أمن أو سلام أو استقرار دون هزيمة هذه الميليشيا عسكريا، وهما سيكون في المستقبل. طيب في سياق الحديث على أنت أشرت إلى مسألة الوضع في العراق، الوضع في لبنان، أيضا هناك حراك بشكل أو بآخر في إيران حتى، هل الأمر يمكن أن ينقل عبر الحدود، أقصد إلى صنعاء؟ أنت تشير إلى صعوبة مسألة مثل العصيان، لكن نحن نتذكر الآن أن مثلا ما حدث في الربيع العربي كان منطلقا في تونس، كانت هناك يعني مسبباته كانت موجودة في اليمن، لكن انطلق بشكل أكبر أو أبرز في تونس ثم في مصر ثم أيضا في اليمن كان، وكانت الثورة إلى آخره. فهل يمكن التعويل على ما يعني على حراك مشابه مستقبلا أيضا؟ طبعا الحراك موجود، نحن في مواجهة مسلحة،
نحن في صحيح. مواجهة مسلحة مع هذه الحركة. صحيح. نحن لسنا في استقرار. هذه الحركة لم تؤلأ حتى اللحظة لم لا أحد يعترف بها، مثل ما اعترفوا بالحكم في العراق، وحتى نتكلم عن عصيان مدني وكذا. نحن لسنا أمام نظام سياسي، نحن أمام ميليشيا مسلحة تغتصب السلطة. هذه ليست دولة حتى نقول بأن يكون هناك عصيان مدني ضد الدولة داخل صنعاء. هذه عصابة مجموعة من الميليشيات المسلحة استولت على الدولة، ونحن في مواجهة مسلحة. وحتى اللحظة أي أننا نحن الآن في لسنا في عراق سياسي أو في عصيان مدني، نحن في مواجهة مسلحة مع هذه الحركة. وبالتالي يعني عندما نتحدث عن هذه المناطق، هذه المناطق الآن تخضع للحركة الحوثية بقوة الحيد والنار، ولو سمح لها بأن يكون هناك عصيان مدني لقامت داخل هذه المناطق. وبالتالي أي التفكير في عصيان مدني، أنت تعرف يعني نتذكر في 2 ديسمبر في ديسمبر 2017 عندما أراد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بأن ينقلب على هذه الجماعة المسلحة، ورأينا ما الذي حصل في صنعاء. يعني وكان نظام وهو من أسمح الحركة الحوثية وهو من ساعد الحركة الحوثية، وتم قمع تلك الانتفاضة المسلحة. اليوم تتحدث عن عصيان مدني، أنت أمام ميليشيا مسلحة، لكن نحن الآن في يعني هو لم يكن يذهب باتجاه عصيان مدني، يعني هذيك الحراك لم يكن عصيان مدني، لكن الفكرة الآن لأن هناك أيضا تحركات بداخل صنعاء، نتحدث عن مسألة إضرابات، هذه الأمور إلى أي مدى يجب أن تدعم وتغذى برأيك؟ طبعا هي العصيان لو كان هناك غطاء، فقط غطاء سياسي وإعلامي وما الذي يحصل داخل صنعاء، ولذلك عزل الحركة الحوثية عندما تريد أن يعني عندما قامت بهذه القوانين تريد عزل العاصمة اليمنية صنعاء تماما، حتى لا يحصل، لو حصل حتى لو حصل عصيان مدني بسيط ألا ينقل عبر وسائل الإعلام، ألا ينقل عبر شبكات التلفزة. وبالتالي تحاول شاهدة بأن يكون هناك يعني تكتيم إعلامي تماما عن الواقع داخل العاصمة اليمنية صنعاء. ولكن في المقابل أنا عندما نقول أنه أنا أتوقع في المستقبل سيكون هناك انتفاضة، ليس عصيان مدني وإنما انتفاضة مسلحة، وهذه الانتفاضة المسلحة عندما يكون هناك رغبة حقيقية لدى الدولة الشرعية بأن يكون هناك انتصار عسكري، سيكون هناك انتفاضة، ليس عصيان مدني سواء كما نتحدث عنه هنا، بل سيكون هناك انتفاضة مسلحة من داخل صعدة ومن داخل صنعاء ومن داخل عمران، وسيكون قريب. يعني مهما الآن نحن نعرف التغيرات الإقليمية والأهداف الدولية، وبالتالي الحركة الحوثية يعني هي تستغل هذه التناقضات الإقليمية والدولية والصراعات وما إلى ذلك على أمل أن تستمر في السلطة، وعلى أمل أن يتم لها يعني شرعنة انقلابها، ولكن لن يحدث ذلك في المستقبل، وسيكون هناك مثل ما دخلت الحركة الحوثية إلى صنعاء بالقوة العسكرية ستخرج منها بالقوة العسكرية، وهي تعرف ذلك تماما أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل سياسي في هذه النقطة. دعنا نشك معنا في الحوار دكتور دشيلة السيد وضاح الجليل الصحفي الذي انضمنا عبر الهاتف من القاهرة، أرحب بك سيد الجليل. إذن يعني الآن مع هذه التضييقات من قبل ميليشيات الحوثية الجديدة، مسألة الحديث عن رفع أسعار الإنترنت، تضييق السرعات أيضا، خاصة من قبل يعني شاهدنا قبل أيام وزير الاتصالات الحوثي وهي يتحدث على أن هناك كثير من يستخدمون الإنترنت لأغراض غير أخلاقية ويقولها بشكل غير لائق. يعني بشكل عام أنت كيف تتابع تضييق الحوثيين على المواطنين في صنعاء بقية المناطق، سواء من الناحية الإنسانية أو من ناحية الحرية والكرامة وكرامة الناس هنا؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الحوثيون يرغبون حاليا أو يسعون أو يتوجهون نحو تجريد اليمنيين من الكثير من مكتسباتهم التي تحققت خلال العقود الماضية، وهي مكتسبات حققتها ثورة سبتمبر التي قامت ضد الإمامة أو الأئمة أجداد هؤلاء الحوثيين. الآن الحوثيون يسعون للتضييق على الحريات وخنق المواطنين وعزلهم عن العالم، إعادة اليمنيين إلى جو العزلة الذي كان مفروض عليهم في ما قبل ستينيات القرن الماضي، وحرمانهم من التعامل والتعاطي مع العصر ومع العالم الخارجي. إضافة إلى ذلك هم يشعرون هنا بتناقض، يريدون أن يوقفوا أو يمنعوا اليمنيين من التعاطي مع خدمة الإنترنت التي توفر لهم هذا التواصل مع العالم، وفي نفس الوقت يريدون لهذه خدمة الإنترنت أن تكون إحدى وسائل التحصيل المادي أو جباية الأموال من اليمنيين وزيادة أرباح مؤسسات الحوثيين أو المؤسسات التي يسيطرون عليها، وذلك لدعم وتمويل اقتصادهم الخاص وأيضا تمويل حربهم ومؤسساتهم. لذلك هم الآن يعيشون هذا التناقض، ولذلك لجأوا لمثل هذه الأساليب، يرفعون أسعار الإنترنت
يجبرون الناس على دفع مبالغ طائلة مقابل هذه الخدمة، وفي نفس الوقت هذه الخدمة لا تصل إلى اليمنيين بشكل جيد. الكثير يعاني من بطء الإنترنت أو يعاني أيضا من سرقات تحدث لأرصدتهم في وباقات الإنترنت التي يشترونها. الكثير يثبت بدلائل قاطعة بأنه يشتري باقة بسعر معين ثم يفاجأ بأنه عندما بدأ الاستخدام لم يتبقى له سوى نصف تلك الباقة. إذن نحن أمام أمرين متناقضين، الحوثيون يريدون استخدام خدمة الإنترنت لجباية الأموال، وفي نفس الوقت يريدون حرمان اليمنيين من هذا الفضاء. هذا الأمر ليس مقتصرا على خدمة الإنترنت فقط، هناك أمور كثيرة. أنت ذكرت في سؤالك الجوانب الإنسانية، الحوثيون يريدون تحويل اليمنيين إلى مجاميع من الجوع والفقراء والمستضعفين الذين يكدون بعد لقمة العيش ولا يجدون حتى وسائل الإنتاج ووسائل الحصول على لقمة العيش هذه، وبالتالي فإن تحول هؤلاء الملايين إلى جوع يجعلهم مستسلمين وخانعين وغير قادرين على التمرد ضد سلطة الحوثيين أو مواجهتها. نحن أمام سلطة غاشمة تسعى إلى تجريد الإنسان اليمني من إنسانيته تماما. لاحظنا مؤخرا كيف أن هناك أسرى عادوا إلى صنعاء ليفاجأوا بأنه قد تم احتسابهم قتلى، والتعامل مع عوائلهم كمغانم وكغنائم للمشرفين. هناك من قام أو مشرفون حوثيون تزوج زوجاتهم دون أن يتم حسم وفاتهم أصلا. إذا نحن أمام حالة استلاب فظيعة تمارسها جماعة الحوثي ضد اليمنيين، تحاول سلب اليمنيين حريتهم، تحاول عزلهم على العالم. طيب، يعني في هذا السياق سيد الجليل، يعني الآن هناك البعض ممن يطالب في صنعاء بأن يثور الناس على الحوثيين في سياق مقارنة ما يفعله الناس هناك في العراق، في لبنان، حتى في حراك مشابه في إيران. هل بإمكان الناس برأيك فعل ذلك؟ بالتأكيد الظروف الذاتية متوفرة لدى اليمنيين للتمرد ضد سلطة الحوثيين، لكن تبقى الظروف الموضوعية معقدة بشكل كبير، خصوصا وأن المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا من الصعوبة أن يجدوا من يناصرهم ومن يقف إلى جانبهم، خصوصا وأن جماعة الحوثي تسيطر على كافة وسائل الإعلام وتمنع وتفرض تعتيما إعلاميا مخيفا، وبإمكانها أيضا أن تلجأ إلى قطع الوسيلة الوحيدة التي يتواصل بها اليمنيون مع الخارج وهي الإنترنت والاتصالات. وفي نفس الوقت لا يوجد حتى الآن طرف سواء داخلي في اليمن أو خارجي لديه استعداد للتعاطي مع هذه الانتفاضة أو طيب دعمها. إذا ما هي الخيارات؟ ما هي خيارات المواطنين لرفض هذا الجبروت من قبل هذه الميليشيا؟ الخيارات ما زالت موجودة ومتاحة برغم ما تحدثت عنه من ظروف موضوعية معقدة وصعبة، لكن ليس من السهل التنبؤ بالثورات والانتفاضات. بالإمكان أن تحدث انتفاضة في أي لحظة وفي تحت أي ظرف، خصوصا مع هذه الأوضاع المعقدة ومع هذا الجبروت الذي يسيطر على اليمنيين. الحوثيون يدفعون اليمنيين إلى مواجهة مصير محتوم، وبالتالي لن يكون أمام اليمنيين سوى خيار، إما أن يموتوا جوعا ويستسلموا للعزلة أو أن يواجهوا هذا الجبروت ويخرجوا في انتفاضة عارمة لا تتوقف عند حد. هنا يصبح خيار إما الموت هكذا أو هكذا، وبالتالي سيختار الناس الخيار الأفضل وهو خيار المواجهة وخيار التمرد والبحث عن الحرية والانعتاق. وربما إذا حدثت مثل هذه الثورة ستكون سببا أيضا في انهيار الجبهة الداخلية للحوثيين، وأيضا سببا في إحداث خلل في منظومتها وفي قوتها العسكرية. وبالتالي إذا كانت هناك جدية من الأطراف المناوئة لجماعة الحوثي في أقصد الجبهة الجهات التي تخوض حربا ضد جماعة الحوثي، هنا يمكن أن تحدث
انهيارا في تلك الجبهات وان تحقق حسما سريعا معهم. لكن كما ذكرت هذا الامر ما زال تحكمه ظروف موضوعيه معقده جدا، لكن ايضا وفي المقابل انتفاضه الشعوب لا يمكن التنبؤ بها او توقعها ولا يمكن ايضا ان يمنعها شيء. شكرا لك سيد وضاح الجليل الصحفي، كنت معنا على الهاتف من القاهرة. دكتور دشيلة، كلمة أخيرة في 30 ثانية تفضل. المستقبل سيكون لأبناء اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى، والحركة الحوثية إلى زوال، ومهما حاولت هذه الحركة أن تغطي على الحقائق وأن يعني أن تستمر في قمعها للشعب فلن يدوم حكمها، وهي تعرف ذلك جيدا. ومثل ما أنهى اليمنيون حكم الإمامة بكل تأكيد سيدمرون حكم هذه الميليشيا ومن يديرها، وسيكون ذلك قريب وفي المستقبل القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور عادل دشيلة البحث السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.